كابتن أسامة، ألف مبروك، فوز مستحق، وتبقى خطوة واحدة إن شاء الله. أكيد ألف مبروك يا أيمن، وفوز مستحق طبعا. الشوط الأولاني إحنا قلنا إنه النادي الأهلي جاب جونين بسرعة سهلوا عليه الماتش، لكن الماتش اتفتح قوي وبقت فيه فرص هنا وهناك، لكن النادي الأهلي كان يقدر هو اللي يعني يحرز عدد أهداف ممكن أكبر، زيادة الأهداف أو يعني يزيد الأهداف. الاتحاد جات له 3 فرص، يمكن الشوط الاولاني كان ممكن يجيب منهم جون او جونين، لكن الاهلي كان ممكن يطلع 5-2 او 4-2. الشوط الثاني الامور استمرت بنفس الشكل رغم التغييرات اللي هو مستر كولر عملها، ولكن الخطوره قلت. ايوه قلت هنا وقلت هنا، يعني تحس ان الفرقتين ارتضوا بالنتيجه. يعني اللعب اقرب لانه مش عايز اقول اللعيبه بتمتع نفسها وما لكن انا اقصد بقى الماتش تحس انه ماتش ودي شويه، يعني الناس بتلعب بس ما فيش الاصرار على ان انا اجيب هدف او ان انا ازود عدد الاهداف او انا ففي حاجات جيده اتعملت في الماتش زي الهدفين، زي اراحه اللعيبه يعني من بداية الشوط الثاني، ودي من الحاجات اللي مستر كولر ما بيعملهاش كتير. بداية الشوط على طول في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، يعني مع بداية الشوط يعني نزل مروان مكان ديانج وخالد عبد الفتاح علي مكان علي معلول. وأنا يمكن قلت لك من الأول هو لاعب كل الناس تقريبا اللي عندها إنذارين باستثناء مروان، يبقى هو مركز إنه يكسب الماتش، لكن لما كسب الماتش ابتدى يريح بعض اللعيبة اللي هو محتاجها في الماتش الجاي. وباينه جدا من اول دقيقه من الشوط الثاني، طلع ديانج، طلع علي معلول، ونزل مروان عطيه وخد عبد الفتاح، وبعدين في الدقيقه 72 كمان طلع الشحات يعني وطلع هاني. طبعا فخري من اللعيبه اللي هي الصغيره في النادي مش مريحه طبعا عشان ماتش الزمالك، لكن انا بتكلم على الاربعه دولت اللي هو ديانج ومعلول والشحات وهاني. فالمكسب سهل له ان يعمل التغييرات دي ويريح ويبتدي يفكر في الماتش اللي جاي. ففي حاجات كويسه اتعملت النهارده قلت لك، زي الاهداف، زي راحه اللاعبين بعد ما فيش اصابات الحمد لله حصلت. يمكن بس في بعض الحاجات اللي هي ما قدرناش نستغلها كويس، زي الفرص اللي ضاعت بسهوله. شفنا كهربا عمل كورتين زي ما كابتن شريف قال بسرعه فائقه، يمكن ما كانتش في الفتره الاخيره ظاهره على كهربا، لكن كورتين دولت زي ما يكون عنده تصميم ان انا بقول ايه، ان انا فت واقدر وانا اقدر العب ماتش الزمالك. وفي واحده عملها حلوه قوي بس لما جه يحطها حطها ببطن او بوجه القدم جنب القائم الشمال، وفي واحده عملها بالعرض بس ما كانش في حد متابع معاه مع النادي الاهلي. بس كان في تمرير خاطئ كتير شويه، يعني الشوط الثاني في تمريرات كانت مقطوعه من عدد كبير من اللعيبه في توقيتات ملهاش معنى، يعني ماتش سهل ومساحات مفتوحه ما فيش ضغط كبير من لعيبه الاتحاد، ولكن كان في بعض التمريرات الخطا. الحاجه الثانيه كان في وقوع في الاوفسايد، ويمكن دي كانت ظاهره في الشوط الاولاني وبرضه حصلت في الشوط الثاني في اكتر من لعبه. لو اللعيب اللي بيمرر الكوره بيمرر بسرعه شويه، يعني واحده من قندوسي كان ممكن يحط حسين الشحات مش اوف سايد بس اتاخر، واحده من كهربا البرسيتاو برسيتاو دخل اوف سايد برضه كهربا اتاخر، فكانت شويه دي بشكل كبير في الشوط الاولاني يمكن قلت الشوط الثاني، ولكن كانت موجوده. كان في مساحات كبير جدا في خط دار الاتحاد، ولكن كنا بنقع في الاوفسايد بدون داعي في اوقات كتيره كان ممكن تبقى فرص محققه وتستغل في زياده الاهداف. لكن بصفه عامه النادي الاهلي في مجمل اللقاء هو الافضل، هو الاحسن، هو اللي خد اللي هو عايزه من المباراه، سواء ال3 نقاط، سواء احرزوا هدفين، سواء قلت لك راحت لعيبه من اللعيبه المهمه بالنسبه له في الماتش الجاي، لاعب جرب بعض الناس اللي هم بيخشوا كبدلاء زي فخري زي القندوسي. فهو النادي الاهلي طلع بمكاسب كتيره جدا من اللقاء النهارده، وانا قلت لك من اكتر من 4 5 ماتشات ان شاء الله باذن الله الدرع الدوري في النادي الاهلي
بس كلنا اتفقنا ان هي مساله وقت، يعني مساله بس ايه ايام بتعدها عشان الموضوع يبقى خلاص حسم رسميا باذن الله. فانت خلاص انت محتاج مباراه واحده من 6 مباريات جايين، فان شاء الله النادي الاهلي حاسم الدوري، لكن خمس مباريات. لكن طبعا مباراه الزمالك بصرف النظر عن هي اللي تحسم البطوله او لا، هي مباراه جماهيريه الناس كلها بتنتظرها، جمهور الاهلي وجمهور الزمالك، الناس بتحب في المباراه دي انها تكسب، سواء الجمهورين يعني او اللعيبه، ولانها مباراه القمه في الدوري المصري وفي المنطقه العربيه وفي المنطقه وفي افريقيا، اهم مباراه ديربي تقريبا في منطقه العربيه والافريقيه، فليها حسابات خاصه بعيد عن انك انت هتاخد الدوري بيها او لا، يعني مش نتيجتها هي اللي هتخلينا ناخد الدوري او لا. صحيح، يعني ان شاء الله طبعا نكسبها، ولكن انا بقول ان يعني النتيجه مش هي المؤثره في موضوع الدوري العام. ولكن هتفضل وتظل مباراه تاريخيه والناس كلها بتستناها، اجهزه، لاعبين، جماهير، كل الناس. فنتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يبقى مكسب ويحسم بيها كمان فرحتين ان شاء الله، ويحسم بيها كمان بطولة الدوري. ما اتمناه ان شاء الله.